أحمد يحيى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معنا الآن مباشرة على الهواء. أهلا بك أستاذ أحمد. وكما ذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي يعني خرجت من رحم المؤتمر الوطني للشباب واستطاعت أن تقدم شباب واعد رائع ملهم في حقيقة الأمر في التعامل مع السياسة والاقتصاد وحتى القضايا الاجتماعية. أسألك عن المنتدى في نسخته الرابعة، وأسألك أيضا عن تواجد التنسيقية بشبابها في المنتدى ده. فضل. أولا يا فندم بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة ديت. السنة دي المنتدى شكل مختلف، منظم أكثر، يمكن في حاجات بتحصل لأول مرة، في حضور افتراضي السنة دي لمجموعة من الشباب بيخشوا افتراضيا، مش موجودين بنفسهم هنا، بيخشوا عند يعني افتراضي. التنسيقيه كانت مشاركه اول يومين في ورش عمل، كان كمتحدثين وكمشاركين في اغلب الورش العمل. السنه دي اجنده زي ما حضرتك ذكرتي دسمه جدا، اجنده المنتدى دسمه جدا، مواضيع كلها بتتكلم على ما بعد جائحه كورونا، تاثير الاثار السلبيه للجائحه على التنمية المستدامة وعلى الاقتصاد، ايه الحلول اللي احنا ممكن الفترة الجاية نخرج عليها. حضرتك عارفة طبعا ان المنتدى دلوقتي بقى في اعتراف من الأمم المتحدة بالمنتدى، بقت الدول كتيرة قوي بتعترف بتوصيات منتدى شباب العالم. نعم أستاذ أحمد، يعني بالفعل هي منصة دولية حوارية معترف بها من قبل طبعا العالم والأمم المتحدة. أسألك عن فكرة الدبلوماسية الشبابية، إلى أي مدى أنت تلمس هذه الدبلوماسية وتأثيرها، وأيضا إلى أي مدى أنت تلمس تمكينا حقيقيا سياسيا للشباب بمفهوم جديد للدولة المصرية في جمهورية جديدة جديدة تسعى لترسيخ مفاهيم جديدة على الأرض؟ بطبيعة عنوان وصفة واسم منتدى شباب العالم، أصبح المنتدى دلوقتي منصة حوارية دولية معترف بيها والدول بتاخد بتوصياتها. حاجة عارفة الجمهورية الحديثة بفضل يعني قيادة سياسية الجمهورية الحديثة، الجمهورية الجديدة بتدعم الشباب بشكل قوي جدا. احنا في التنسيقية عندنا 6 نواب محافظين، عندنا اعضاء في مجلس النواب، عندنا اعضاء في مجلس الشيوخ، ليهم دور وتاثير واضح في الحياه النيابيه والتشريعيه والتنفيذيه. الشباب دلوقتي بقى ليهم دور مختلف، الجمهوريه الجديده مهتمه وبتدعم، القياده السياسيه بتدعم وبتشجع الشباب، كل ده مدي فرصه للشباب ما كانتش موجوده قبل كده. نعم، طيب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دائما ما لها مشاركات يعني مختلفة وأفكار ورؤى مختلفة لقضايا كثيرة في حقيقة الأمر. أعتقد هو من المفترض كان دورا أصيلا للأحزاب في مصر، وهنا أسألك عن طبيعة الحياة الحزبية الآن في هذه المرحلة في مصر، وإلى أي مدى يقوم المنتدى بهذا الدور لتفريغ طاقات شبابية قادرة على الإبداع وقادرة على القيادة في هذه المرحلة. تفضل. الأحزاب والسياسيين تسلم جميع طوائف الشباب من كل الاحزاب يمينا ويسارا ووسطا، كل الاحزاب مشاركه ليها ممثلين في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، كلنا في الاخر بنطلع باراء حتى لو مختلفه، في الاخر بنوصل لقرارات والاراء كلنا متفاهمين عليها. ده بيساعد الحياه السياسيه في مصر، بيدعمها بشكل مختلف، بقى في تنسيقيه سياسه بشكل مختلف، سياسه بشكل جديد، بقى في شكل مختلف للسياسه. يمكن الشباب موجودين دلوقتي في كل حاجه في المنتدى، احنا كتنسيقيه مشاركين، كل جنسيات العالم مشاركه في المنتدى من مختلف الجنسيات، يمكن الافريقيين موجودين في مصر في المنتدى بشكل مختلف، بسبب ان احنا بقى في توجه دلوقتي مصري نحو افريقيا وبيزيد، وبندعم اخواتنا الافارقه، كل دوت موجود في المنتدى. السنه دي الناس جايه متحمسه جدا،
الشباب عندهم طاقه عايزين يفرجوا، الشباب بيبقى لهم فكر مختلف. طيب هذه نقطه مهمه استاذ احمد، ما الاصداء يعني حتى هذه اللحظات ومرور يومين من المنتدى، اصداء الدول الإفريقية المشاركة، أصداء الدول العربية وكذلك الأجنبية، جميعها عما تتحدث؟ ما اللافت للنظر في المنتدى في هذه النسخة؟ أولا يا فندم في حالة من البهجة والحماس عند الشباب والمشاركين في المنتدى، يمكن بعد انقطاع سنتين لمنتدى شباب العالم ده ادى برضه شكل مختلف. الناس جايه عايزه تحضر، الناس كلها عايزه تشارك، كتير قوي عايزين يحضروا كل الورش يمكن وكل الفعاليات وكل الجلسات العامه كلها مليانه، القاعات كلها على اخرها، الناس عايزه تشارك، عايزه تسمع، عايزه تشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. ده بالنسبه للي موجود في الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. السنه دي يعني اللي طاغي على الموضوع موضوع حياه كريمه، الناس منبهره بموضوع حياه كريمه، يمكن ما كانوش يعني في الاول عارفين، لكن لما سمعوا وشافوا الجلسات اللي بتتكلم عن حياه كريمه لا الناس مبسوطه جدا جدا، شايفه ان حياه كريمه ده حاجه قويه جدا بتحصل في مصر، حاجه الناس كلها عايزه تعمل زيها تستفاد منها، الناس منبهره باللي حصل في حياه كريمه. نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.